بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر الآن شروط الصلاة. شروط الصلاة. نعم. أول شيء نماذج الصلاة كيف الشرط الأول الإسلام. وإذا شرط كيف إيمان سليم الإسلام. فلو صلى الكافر صلاة باطل. يعني كافر نماذج ولا يهودي صلى نماذج كافر. صلى من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يستهزئ بالدين الإسلام، من يطوف حول القبور صلاة باطل. جسلي الله لي قال يقول سر أثر النبي لي قال يقول سر نبورا بالمن سر أثر سانكا قال سر أستن ما تقول دين والعقل فلو صلى المجنون فالصلاة باطل كشيء غني دوسو سرتو كي مانشي تدي ما نس يعني باطل من ما شكر دين ولو صلى السكران باطل من باب أول كشيء غني كوني ما سامع بايكو مانشي ما أقول غني تسكن نشافني تسكن ما تني تقول دين شكر دين نعم وكذلك الشرط الثالث التمييز هو التفريق بين الأشياء فيعرف السؤال والجواب ليس معنى التمييز البلوغ يخطئ كثير من يترجم يقول أن معنى التمييز هو البلوغ لا التمييز هو التفريق بين الأشياء تقول له هذا قم يقوم اجلس يجلس فهذا صلاة صحيح أما صغير تقول له قم لا يفهم الكلام صلاة غير صحيح दूसरों सब दो तीसरों की मन से मित्र यानी पूरा बुझना क्षमता होती है पूरा बुझ जिसलिए कमी हो गई यदि पूरा बुद्धि न होने उसको नमाज स्वीकार होते उन्हें नमाज पढ़े वही नमाज स्वीकार होते जिसको किसी के विषय की रिवायती बसे भाने वाले की उठ होने उठे बस होने बस यानी उन्हें कुछ पूरा हो इसको नमाज कबूल हो जिसके पूरा बुद्धि ना वो उसको नमाज कबूल हो गई यहाँ प्रश्न उठ सके कि सारा बच्चा को नमाज सही हो من يعرف هل تصح صلاة الصغير نعم أم لا شيء اللي صار ربنا شكرا لله